يعطيكم العافية شباب التوجيهي وصبايا التوجيهي. بدنا نبدأ بفيزياء الكم طبعاً، هذا أول درس لنا في فيزياء الكم. فبدنا نبدأ كلامنا عن مفهوم مصدر الإشعاع بداية. الإشعاع يا جماعة بقصد فيه الموجات الضوئية أو الإشعاع أو الأشعة اللي بتصدر عن الأجسام. كيف تصدر؟ لا تصدر طبعاً عن أجسام مختلفة، بس متى؟ عند تسخين هذه الأجسام. بديك بس تنتبه شوي شو قاعدين نحكي. الأجسام مختلفة، إذا تم تسخينها أعطيت طاقة على شكل طاقة حرارية أو تم تسخينها سوف تصدر موجات كهرومغناطيسية. هاي الموجات الكهرومغناطيسية اللي بتنتج عيش تعتمد على عاملين رئيسيين، بتعتمد على طبيعة سطح المادة اللي بندرسها، طبيعة المادة وسطحها، وبتعتمد على درجة الحرارة. لا بدنا بس نركز شوي بتفسير الإشعاع. كيف نفسر الإشعاع؟ كان في تفسيرين يا جماعة معنا، كان في تفسير للفيزياء الكلاسيكية وكان في تفسير للفيزياء الحديثة. خلينا نشوف تفسير الفيزياء الكلاسيكية اللي كيف فسرت الإشعاع أو شو مفهوم الإشعاع. الفيزياء الكلاسيكية بتحكي لك الإشعاع هو عبارة عن موجات كهرومغناطيسية، هاي نحط عليها هون هيك خط ننتبه، موجة كهرومغناطيسية على شكل سير متصل، كمان بعيد، على شكل سير متصل أو إذا بدك مستمر من الطاقة. طبعا بتتناسب طاقتها طردية مع شدتها، برضو هون نركز بشغلة، الطاقة تبعت هذا الإشعاع بتتناسب طردي أو بعلاقة طردية مع الشدة، شدة الضوء أو شدة الإشعاع. الآن التفسير الثاني كان الفيزياء الكلاسيكية الحديثة عفوا، فكانت تحكي هو وحدات منفصلة ليست متصلة من الطاقة. خلينا بس نشوف هون الفروقات، وحدات منفصلة، هون ممكن نحكي موجات كهرومغناطيسية، هون وحدات تسمى هاي الوحدات كمات، مفردها كمة. طلع بلشنا نحكي عن هون تشبيه بالمادة أو تفسير مادي للضوء، الضوء هو عبارة عن كمات مفردها كمة، الضوء هو عبارة عن موجات كهرومغناطيسية. بديك بس تميز الفروقات، هون على شكل سيل مستمر أو متصل الطاقة ليست متصلة من الطاقة، بتكون شمالها منفصلة، يعني عن فروقات باللون الأخضر، هون موجات كهرومغناطيسية كمات، هون بنحكي متصلة، هون بنحكي منفصلة. الآن هون كانت تتناسب طاقتها مع شدتها، شوف هون شو بحكي لك، تتناسب طاقتها طردياً مع ترددها. طيب خلينا نشوف هون بس عن مفهوم تكمية الطاقة للعالم ماكس بلانك. في تكمية الطاقة بحكي عن ماكس بلانك أن الطاقة الإشعاعية اللي هو الإشعاع أو الإشعاع المنبعثة أو ممتصة، إذن لها نوعين، قد تكون منبعثة وقد تكون ممتصة، تساوي عدداً صحيحاً من مضاعفات الكمية. ها في تادل، هي مضاعفات الكمية الفيزيائية الثابتة، ها تادل. منين إجى هذا المقدار؟ طبعاً العالم حكى عنه أو اللي بحكي هون هو العالم ماكس بلانك. لهيك على مستوى الثابت هذا الموجود هون اللي هو ها هو يمثل ثابت ماكس بلانك، رح نحكي عنه هسا. إذا حبيت تحسب طاقة كمة واحدة، ركزوا، كمة واحدة بس، يعني سميناها لاحقا طبعا، هاي تسمى أو سماها العالم أينشتاين، سمى هاي الكمات المنفصلة سماها فوتونات، فالحبة منهم اسمها فوتون أو الكمة الواحدة تسمى فوتون. فإذا حبيت تحسب طاقة، هون بدي أكتب طاقة فوتون اللي كاتبه هون إذا صغير أو مش واضح بكتب قاعد، طاقة فوتون واحد هي تساوي ها في تاد دال. رح نشرح الرموز طبعا. أول شيء ها هو ثابت ماكس بلانك، قيمته 6.6 في 10 قوس سالب 34، رقم ثابت يعطى لك. تاد دال هو يا جماعة تردد الإشعاع اللي هي عدد الموجات التي يصنعها خلال وحدة الزمن، فعدد نون لكل فترة زمنية أو لكل ثانية، فيتقاس بوحدة واحد على الثانية أو وحدة الهيرتز اللي هي وحدة قياس التردد. طيب هاي الطاقة يا جماعة هي طاقة الكم الواحد أو طاقة الفوتون الواحد، طبعا تقاس وحدة الجول. شوفوا أي قانون بيحتوي على ها في داخله بطلع لك طاقة ويعطيك الجواب بالجول، لأنه أصلا ها وحدة قياس طلع هون جول لكل هيرتز أو جول دوت ثاني. فأنت لما تشتغل على ها تشتغل على وحدة قياس الجول. بعيد كم مرة، طاقة فوتون واحد تقاس وحدة الجول، ها ثابت ماكس بلانك 6.6 في 10 قوة سالب 34، جول دوت ثانية أو جول لكل هيرتز، تاد دال تردد لأنه إله وحدتين، واحد على ثانية أو وحدة هيرتز. كيف هلا بنتمكن من حساب التردد؟ التردد هو يساوي س على لندا، س سرعة الضوء ثابت 3 في 10 قوة 8، ولمدا هو الطول الموجي، والطول الموجي طبعا يا جماعة هو مسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين ويقاس بوحدة المتر. إذا بدي أسوي لك بس أنا هون يعني بس عشان تكون فاهم شو قاعد بشرح، أنا إذا حطيت موجي هون مكوني من قمة وقاع زي اللي على اللوح هون، فالمسافة بين قمتين متتاليين هاي تسمى لمدا، أو المسافة إذا بدك بين قاعين متتاليين يسمى لمدا، أي موجي واحد أو طول موجي واحد. اللمدا أو الموجي مكون يا جماعة من قمة وقاع، بدأت الحساب من هون، إذا أنا بحكي لك هاي عبارة عن قمة إلى قاع تسمى موجة واحدة. عدد الموجات اللي بتصنعها خلال وحدة الزمن، مثلا هاي الموجات استغرقت عشان أصنعها واحد ثانية،
بتشوف الموجات صنعتها موجة موجتين، إذا صنعت موجتين خلال الثانية تردد بيكون يساوي 2 هرتز. تمام؟ أنا عشان بس تفهم إيش العلاقة بين تردد والطول الموجة. طيب نيجي هون نحكي عن وحدات قياس الطاقة. طبعاً إحنا بدأنا هون اتفقنا على إنه طاقة الكم الواحد أو طاقة فوتون واحد راح نستخدمها وحدات الجول. فأنا حاكي عن وحدتين هون بذكرهم بالكتاب، وحدة الجول وحدة إلكترون فولت. هلا ما هي إلكترون فولت؟ هي الطاقة الحركية التي يكتسبها الإلكترون عندما يتصارع بمصدر فرق جهد مقداره واحد فولت. خلينا أورجيك شغلة. هلا أنا بدي أجيب مصدر فرق جهد مكون من لوحين، لوح موجب ولوح سالب. خلينا نعمل هذا الجهد المرتفع اللي هو الموجب جهده واحد، وهذا اللوح السالب اللي هو جهد منخفض بدي أعتبره جهده يساوي صفر. لما أوجد فرق الجهد الكهربائي بين اللوحين بتقولي إنه جهد بين اللوحين يساوي أستاذ واحد فولت. بدي أجيب إلكترون يا جماعة، الإلكترون طبعاً إذا كان هذا اللوح هو السالب بتنافر مع السالب بروح للموجب. طبعاً هاي الحركة بتؤدي إلى زيادة الطاقة الحركية للإلكترون، وزي ما أخذنا فصل الجهد تغير في الطاقة الحركية يساوي التغير في طاقة الوضع. الطاقة الحركية اللي بتسبها الإلكترون هي تساوي الابتدائية تساوي صفر، لأنه سرعة الابتدائية تساوي صفر. إله طاقة حركية نهائية تساوي مجهول، لنحسبها وياك كم طاقته الحركية النهائية. هاي طاقة حركية 2 تساوي التغير في طاقة الوضع، يعني الشحنة المنقولة في فرق الجهد. فرق الجهد اتفقنا 1 فولت اللي هو فرق الجهد بين اللوحين، والشحنة المنقولة هو الإلكترون اللي هو 1.6 في 10 قوة سالب 19. هذا المقدار اللي بتحسبه لكمية الطاقة الحركية اللي اكتسبها الإلكترون تسمى الإلكترون فولت. تمام؟ فالواحد إلكترون فولت هو 1.6 في 10 قوة سالب 19 من الجول، لأنه فولت ضرب الكرم بعطيك جول. طيب هل انا هون بس شرحت لك انه شو التعريف اللي حاطينه، بس انا هذا هي كله بدي اشيله، وانا هون بس بدي اهتم بالتعريف. التعريف اللي قاعد بحكي لك انه الطاقه الحركيه اللي بتتسبها الالكترون عندما تصارع مصدر فرق جهد مقداره 1 فولت، حاب يتحول من الالكترون فولت الى جول فرقيه هي شحنه الالكترون. فمثلا اذا جاب لي بسؤال مثلا قال لي والله في طاقه مقدارها 2 الكترون فولت، هي غير مقبوله في النظام العالمي عشان اعوضها مثلا هون، لانه هاد تشتغل على الجول بصيرش اعوض الطاقه الالكترون فولت، لازم يصير جول. بمسك هاي الطاقه بضربها ب 1.6 في 10 قوه سالب 19 بتصير 3.2 في 10 قوة سالب 19، صارت مقبولة لأن وحدة القياس صارت وحدة الجول. طيب نكمل كلامنا. هلأ كمان بدي أحكي لك عن إشي اسمه أنواع الضوء اللي إحنا في حياتنا موجودة. طبعاً مش رح نتطرق لكل أنواع هاي، بس أنا حاط زي تصنيف كامل لأنواع الضوء. الضوء يا جماعة في منه مرئي، العين البشرية قادرة على رؤيته، أنا حاطه أو حاصره هون، طلع لي داي هون منطقة الضوء المرئي. بتكون من ألوان الطيف السبع اللي هي أحمر برتقالي أصفر أخضر أزرق نيلي وبنفسجي. الآن هون عند ضوء غير مرئي في عنا قبل الأحمر تحت حمراء، عنا مايكروويف وعنا أشعة الراديو. هون في عنا ضوء فوق بنفسجي بيجي فوق البنفسجي، طبعا العين ما تقدر تشوفه، في أشعة سينية وفي كمان أشعة غاما. الحلو بالتصنيف هذا الموجود على اللوح إنه أنت كل ما اتجهت بهذا التصنيف في اتجاه اليسار، ترى شو بدي أسوي؟ أنا قاعد بتجه نحو اليسار، ركز معي. الطاقة تبعت الفوتون الواحد تزداد، والتردد تبع الفوتون الواحد يزداد. مو انت اذا بتقول لي التردد يزداد بقول لك غصب عنك التردد اذا زاد شو بصير بالطاقه؟ تزداد، لان الطول الموجي يقل للفوتون الواحد. برضو الكلام منطقي لانه اذا انت التردد قاعد بزيد اكيد طول الموجي قاعد بقل، ما العلاقه بين التردد وطول الموجي علاقه عكسيه. اذا يا جماعه بس خلينا نذكر سريع، اذا جيت قارنت بين انواع الضوء راسمها على اللوحه وسالتك ايهما اعلى طاقه، فوتون الضوء البنفسجي ام فوتون الضوء الاصفر، بتقول لي يا استاذ فوتون الضوء البنفسجي. هلا شو السبب؟ لأن فوتون الضوء البنفسجي يحمل طاقة أعلى وتردد أعلى وطول موجي أقل، بينما الضوء الأصفر يحمل طاقة أقل وتردد أقل بس طول موجي أعلى حسب التصنيف على اللوح. الآن بدنا نيجي للطبيعة المزدوجة للضوء. طبعا هذا يمكن في آخر درس فيزياء الكم اللي هو خلينا نحكي عن كلام العالم تيبروي راح نحكي الكلام هذا وراح نذكر فيه، بس أنا حابب البداية أورجيك إياه إنه الضوء يحمل طبيعة مزدوجة. هذا كان اتفاق العلماء، لأنه الكلاسيكية كانت تسمى الضوء موجات، والحديث كانت تحكي عن ضوء وحدات او كمات. ف اتفقوا العلماء على انه في طبيعه مزدوجه للضوء، فالضوء احيانا بتصرف تصرف الموجه زي هالاربع امثله اللي بتخلينا نحكي عن ضوء هو موجه، طبيعه الانكسار الانعكاس والحيود والتداخل. هدول ادله على انه الضوء بيسلك سلوك الموجه، وفي ادله في دراستنا كمان على انه الضوء بيسلك سلوك الماده، وهي الادله هي موجوده في دراستنا في درس الكهروضوئي في فيزياء الكم، في ظاهرة كومبتون اللي أعتقد مش رح ندرسها لأنه لجيلنا هو محذوف، وطيف الانبعاث والامتصاص الخطي. فهاي الأدلة على اللي خلينا نحكي على أنه الضوء بسلك سلوك الموجة وبسلك سلوك المادة، فالضوء ننتفق على أنه له خاصية مزدوجة، خاصية جسمية وخاصية
مادية. يمكن في دراسة كلها على اللوحة أنا في شغلة بس لازم أذكر فيها أو أرجيك إياها، إنه تتناسب هاي طاقته مع شدته، تتناسب طاقته مع تردده. الاقتناع كامل على ماكس بلانك إنه يا جماعة طاقة الفوتون تتناسب بعلاقة طردية مع التردد، والثابت اللي بجمع بينهم هو هاء. مبدئياً أنا مش حاكي إشي عن الشدة، بس شو هي شدة الضوء عشان يعني أنت تستوعب شو يعني شدة الضوء. شدة الضوء العلماء طبعاً حكوا إنه تفسير كلاسيكي هذا خاطئ، لا تتناسب طاقة مع الشدة، تمام؟ الطاقة تتناسب مع إيش؟ مع التردد. إحنا هون هذا صحيح. طب إيش نفسر شو دخل الشدة تبعت الضوء؟ الشدة لها علاقة بعدد الفوتونات. لما تزيد شدة الضوء أنت بتكون زدت عدد الفوتونات. خلينا أورجيك شغلة. على سبيل المثال عندنا إشعاع ضوء أحمر، هاي موجة ضوء أحمر. ماكس بلانك اتفق معنا على إنه الضوء هذا الأحمر مكون من فوتونات اللي هي كمات. أنا حاب أرسمها زي هيك عشان أورجيك كل واحدة منهم. هاي الحبة منهم تسمى فوتون، فوتون الضوء الأحمر. سواء الفوتون هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا، كلهم يحملوا نفس الطاقة حسب مرحلة هسه الأستاذ شرح لي أو التصنيف اللي حط فيها الأستاذ. فحبة الفوتون لونها أحمر، إلها تردد وطاقة وطول موجي ثابت، فوتون لون أحمر. فكل الفوتونات هاي إلها نفس الطاقة. هلأ طاقتها بتتغير، بتغير ترددها وطولها الموجي. أنا بحكي عن الموجي يا جماعة، كبرت الموجة أو صغرتها، زدت المسافة بين قمتين أو قاعد متتاليين، أو قللت المسافة، أنت هيك عم تتلاعب في طول الموجة، مباشرة بيأثر على التردد، مباشرة بيأثر على مين؟ على الطاقة. هذا الكلام الصحيح. هيو هون طاقة طردي مع التردد. طب أستاذ شو بصير لو زدنا الشدة؟ أنت بكل بساطة عد لي الفوتونات 1 2 3 4 5، عندي 7 فوتونات في الشكل. الآن إذا أنت زدت الشدة أنت بس زدت عدد فوتونات، طلع علي؟ هي زدت كمان أنا فوتونات. زدت باللون الأسود إحنا عندنا كمان 5 فوتونات، وكان عندي 7 صار عندي 12. فأنا زدت شدة الضوء. كيف زدت شدته؟ بزيادة أعداد الفوتونات. بس طاقة الفوتون الواحد لم تتغير، بقيت طاقة فوتون واحد ثابت لأنه كل ضوء أحمر، فكل الفوتونات الأحمر إلها نفس الطاقة. واضح؟ إذا زيادة شدة الضوء بتزيد، هيك اكتب تحتيها، زيادة شدة الضوء تزيد أعداد الفوتونات وليس طاقتها. بدك تتلاعب طاقة الفوتون واحد أو طاقة الفوتونات تتلاعب بالتردد أو بالطول الموجي، بس انه اعداد الفوتونات بحكمها اللي هي شده. بدنا نشوف يا جماعه شويه اسئله. طبعا انا في السؤال الاول والثاني والثالث بصفحه 3 بصراحه مش حاطهم انا هون او مش راح احلهم. هاي الاسئله ماده نصيه شرحناها ضمن الدرس، موجوده في نهايه الدوسيه اذا بتحب تقدر تشوف اجاباتها، ونفس الدرس كمان اذا بترجع بتلاقي اجابات كل هاي الاسئله. عم بطلب منك تفسر شو كان تفسير بلانك في سؤال 3، شو تفسير بلانك وشو شو الفرق بين تفسير بلانك وتفسير الكلاسيكيه للاشعاع. طبعا حكينا هذا الكلام ويعني تفاصيل صغيره بس اطلع عليه. الان نيجي لسؤال 4، سخن جسم حتى توهج باللون الاحمر، اذا كان احد الترددات الاشعاعيه الصادره عنه يساوي 4 × 10^14 هرتز، معناتها الداله يا جماعه التردد، فاحسب طاقه الكم الواحده، بدنا طاقه فوتون واحد او الكم الواحده بوحده الجول بالالكترون فولت. طيب هلا عشان طبعا نوجدها احنا بنستخدم قانون الطاقه يساوي ها في تاء دال في التردد. ها ثابت يعطى في الامتحان 6.6 × 10^-34 في التردد اعطاني اياه في السؤال، هي 4 × 10^14 وتساوي هي 4 × 6 هي 24، 4 × 6 = 24، هي 26. طبعا الفاصل بعد منزل 26.4 في 10^-20، طبعا وحدة القياس جول، لانه احنا نتذكر من هذا القانون قلنا بطلع الجواب وحده الجول لانه هاتوا قاسب وحده الجول لكل هيرتز. طيب هلا طالبنا طلع الطاقه مش بس بوحده الجول، طالبنا كمان طلعها بوحده الالكترون فولت. فالطاقه بالالكترون فولت، هاي بدي احسب الطاقه بالالكترون فولت، هي تساوي طاقه بوحده الجول مقسومه على شحنه الالكترون. طبعا هاي التحويل، فمش حابب تحط زي هيك، انت زي ما بدك. يعني احنا قلنا اصلا بدك الطاقه بالجول، انت بتضرب الطاقه بوحده الالكترون بتضربها بشحنه الالكترون بتعطيك الطاقه في الجول. فإذا بتسوي العكس بتحول الجول الإلكترون فولت بتقسم على شحنة الإلكترون. طبعا تساوي 26.4 في 10^-20 على 1.6 في 10^-19 وتساوي هي 26.4 على 1.6، نقدر نشيل فاصل مع بعض، مضروبة في 10^-1 بعد ما نرفع أس الموجب 19، 2.64 على 1.6 طبعا إلكترون فولت. طبعا في سؤال 5 معطينا احسب طاقه فوتون طول موجته 3000 انجستروم بوحده الجول. طبعا الانجستروم هي وحده قياس للطول الموجي، طبعا لازم نحولها بالاول شيء لمده طول الموجي 3000 في 10^-10 عشان تصير متر،
وتساوي 3 في 10 قوة سالب 7 متر. بعدين عشان احسب الطاقة، الطاقة تساوي ها في التردد، وانا بعرف انا وياك انه التردد هو س على متر. اذا ها 6.6 في 10 قوة سالب 34 في 3 في 10 قوة 8 على لمدا 3 في 10 قوة سالب 7. هلا 3 3 تسطو مقام راح مع بعض، مبدئيا جواب 6.6. طبعا الجواب لا تنسى راح يطلع بوحدات الجول في الاسس. ارفع السالب 7 لفوق موجب 15 وسالب 14 على الشق وسالب 19 جول.